السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي أول محاضرة لينا في البروسيس. البروسيس اتكلمنا عن الأرثوزيس واتكلمنا عن كل تايبس بتاعة الأبر واللور والسباينال أرثوزيس. النهاردة هنتكلم عن البروسيس. هناخد جنرال انترودكشن أباوت بروسيس. يعني إيه بروسيس؟ بروسيس هو artificial replacement, artificial device replacing any or all parts of the lower or upper extremities. يعني في artificial part بيعوض missed part من البادي after amputation. تمام؟ بعد patient لما بيعمل amputation بيبقى في residual part وبيبقى في lost part. البروسيسس ده هو اللي بيريبليس اللوست بارت، تمام، بيبقى فيتد على الريزيديوال بارت. سواء كان بقى الامبيوتيشن ده البروسيسس ده بيستخدم للور ليمب او الاوفر ليمب وريبليسنج بارت اوف ذا ليمب ولا اول ذا ليمب، تمام، ممكن ريبليسنج اول ذا لور ليمب بارت اوف ذا لور ليمب اول ذا ابر ليمب او بارت اوف ذا ابر ليمب. لكن انا ما ينفعش اقول ارتفيشال ريبليسمنت اوف ذا سباين، خلاص ما اقدرش اقول ان ده related للفيزيكال ثيرابي. لكن ممكن مثلا يبقى في artificial replacement للانترفيرتبرال ديسك او الفيرتبرا، بس مش ده شغلنا، خلاص ده تبع الاورثوبيديك سيرجن. البروسيسس ان جنرال is a device is designed which is designed to replace as much as possible the function or appearance of a missing limb or part of a limb. يهمنا ان احنا نعرف ان الارتفيشال ريبليسمنت ده ممكن يريبليس الفانكشن او يريبليس الابيرنس اوف ذا ميست بارت اور بوث. ممكن البروسيسس يريبليس بوث فانكشن اند appearance. لكن دايما ال replacing of function بيبقى على حساب ال appearance وال appearance على حساب ال function. لكن التوازن بينهم 100% difficult. بنستخدم ليه prosthesis؟ The purpose of using prosthesis it's important for functional task. ال patient ده محتاج يعمل ADL بتاعته user البروسيس، محتاج ان هو امبيوليت وستاند ووك، بيستخدم ايه كمان؟ بيستخدم فور اكتيفيتيز جنرال اكتيفيتيز البيشنت ممكن يعملها، او كمان فور سبورت اكتيفيتيز لايك سويمينج لايك سايكلينج جولفينج كلايمبنج ستيرز ديسندنج ستيرز رانينج حاجات كتير. Successful prosthesis low characteristics. Low characteristics مهم انها تتوفر فيه علشان يبقى فعلا successful prosthesis. It should be comfortable to wear. The patient لما يلبس البروسيسس يحس ان هو مرتاح، ما يبقاش متضايق وقلقان وحاسس ان هو عايز يخلع. برضو البروسيسس must be easy to put and remove. بسهولة يقدر يلبسه وبسهولة يقدر يعمله دوبينج. ليه؟ لانه لو مش سهل في اللبس ومش سهل في القلع يبقى البيشنت ده مش هيستخدمه. ولازم يكون لايت ويت علشان ما يزودش الانرجي اللي البيشنت بيعملها ديورينج يوزنج، ويكون ديورابل، مش كل شويه يحصل تير في حاجه او ما يحصل ان مثلا مسمار يقع او يحصل ابريجنز وكل شويه البيشنت يحتاج ان هو يعمل له change او يعمله maintenance. برضو ال cosmetic appearance ده very important، يهمنا قوي انه شكله يكون مناسب ما يكونش شكله رف قوي. والميكانيكال function بتاعته تبقى كويسة، يعني ال joints artificial او mechanical joints تبقى يعني بتfunction كويس علشان مش كل شويه يعصلك بقى يجي يفرد ايده مثلا تلاقي الجوينت مش عارف يفرد عايز يتني ما يلحقش ياخد منه وقت مثلا او يعلق.
خلاص. فاحنا عايزينه يكون ايه للفانكشن بتاعت ويل. برضو المينتنس، اي بروسيس بيحتاج مينتنس، والمينتنس ده في حاجات بيعملها البيشنت بيتعلمها ويعملها، وفي حاجات بتبقى عن طريق البروستاتيست، والبروستاتيست يعني بيوفر له طبعا المينتنس ده، لكن مش كل شوية هيروح عشان يصلح حاجة او يغير حاجة. تمام، يبقى مبقاش محتاج مينتنس كتير. برضو using of the prosthesis will depend على motivation of the patient. يعني success of prosthesis depends on the motivation of the patient. ليه؟ لو ال patient ده مهوش motivated ومهوش مقتنع ان هو يستخدم ال prosthesis، عمره ما هيستخدمه. لازم يبقى هو حاسس بفايدته، وحاسس ان هو بي replace normal function كانت موجودة ومش هتكون موجودة الا من خلال استخدام ال. لما نيجي نعمل choosing بقى البروسيس بتاعتنا، نختار البروسيسز. انت بتعمل طبعا prescription، physical therapist بيعمل prescription للبروسيس. لما يجي يعمل prescription عنده patient وعايز يعمل له prescription prosthesis، في حاجات criteria معينه وconsiderations معينه لازم تتحط في الاعتبار، زي الامبيوتيشن ليفل. الامبيوتيشن ليفل ده يعني length of the residual part. الستامب ده لو هو شورت لو هو طوله لونج، الاثنين دول يعني not perfect، لكن المودريت لينث بيبقى كويس for fitting of the stump inside the socket of the prosthesis. الكونتور of the residual limb زي ما احنا قلنا قبل كده، ان البيشنت ده محتاج ان يتعمل له shaping و conical shape for the residual part of the stump علشان يقدر يتحط inside ايه السوكت. لو ما كانش conical shape ده طبعا هيبقى صعب في اختيار البروسيس. برضو نحط في اعتبارنا الاكسبكتد فانكشن اوف ذا بروسيس. الفانكشن بتاعت البروسيس دي هتكون ايه؟ فيش انت هيستخدمها في ايه؟ هيستخدمها في ADL ولا work ولا sports activities ولا ايه؟ الكوجنيتيف فانكشن اوف ذا بيشنت، كل ما يكون الكوجنيتيف فانكشن بتاعت البيشنت هاي، كل ما اقدر اديله مور سوفيستيكيتد تايب اوف بروسيس. كل ما يكون هو لو كلتشر يبقى طبعا بديله حاجه فيري سمبل. الفوكيشن اوف ذا بيشنت، الجوب، الاوكيوبيشن بتاع البيشنت، هل هو هيعمل او هو حياته يعني بيستخدم ديسكتوب job، ولا هو physically active بيعمل manual labor للwork بتاعه، يعني بيحتاج functional activities. على حسب، افرض البيشنت مثلا عنده desktop activities بس عنده lower limb amputation، فهيستخدم lower limb prosthesis، فمش هيأثر على ال activities اللي هو بيحتاجها وهو في desktop activities. لكن لو هو physically active وبيتحرك، بيطلع سلم بينزل سلم، بيقف قدام ماشين، وعنده lower limb amputation، هيستخدم lower limb prosthesis. طبعا دي must be considered. كمان ال educational interest، ال patient ده بيحب بعد ما يطلع من شغله مثلا ان هو يعمل walking، بيروح يلعب sports، بيلعب tennis، بيلعب هو اصلا athlete، بيلعب golf running، بيلعب cycling، بيعمل swimming، بيعمل rock climbing، كل حاجة cycling. الناس دلوقتي بقوم بيستخدموا البروستيزيز في كل الاكتيفيتيز، في السبورت اكتيفيتيز كمان. طيب الكوزموتيك ابييرنس فيري امبورتنت، مهم ان هو شكله يبقى مناسب، يبقى اكسبتد، يبقى الابييرنس بتاعه ويل اكسبتد. كمان الفاينانشال ريسورسز فيري امبورتنت بتاعت البيشنت ده، مهم قوي ان البيشنت ده، لان اصلا البروستيزيز بيبقى الكوست بتاعها هاي، هاي كوست برايس. فطبعا يعني مش كل البيشنت بيقدر يستخدمها، بس كل ما يكون عنده امكانيات اكتر، كل ما يقدر يستخدم مور سوفيستيكيتد تايب من البروسيسز، وكل ما يكون امكانياته لو، كل ما يكون الاوبشنز عنده اقل.